الصالة فوق. شو هو الغرض اللي فوق؟ لا من فوت لجوه بس من بس من كنس اللي فوق السفرة فوت المحل بس يا حبيبي الله يسترك. هذا هون كله سجادة موكيت. هاي الغرفة الجنوبية الغربية ما فيها شيء نهائيا. هاي الغرفة الشرقية الجنوبية. أسلان وعتمة. كل شي فيها سليم. هذا الدرج طب ما ننزل هاي الصالة فوق من هون هاي سطحها هاي الصالة تحت هاي تحت الدرج وهاي الدرج جب صيد فوق كما تشوف انت شايف نفس الشيء كله هيج هاي البحر النصاني يتواليها هذا المطبخ غرفة القعدة الطعام لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل عليهم حسبي الله ونعم الوكيل هاي محل المطبخ طبعا بقايا الرخام شلنا عاد في شوي شايف هذا المطبخ
حسبي الله ونعم الوكيل. هاي هون محل البراد شبابيك، هاي هو المحل مكانة الخام الغاز، طبعا هون المضافة مقفولة، هاي ما في الا نوعات من جوا، ما في نقدر نصور لك اياها.